السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة من جديد. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. في فيديونا ديال اليوم باين اننا غنديروا التقضية ديال هاد الشهر. بطبيعة الحال ناخذ الورقة ديالنا ديال هاد الشهر وندوزو نشوفو شنو خديت هاد الشهر. فاول حاجة خديتو هما لي صوص، خديت صوص الجيريان وخديت بيكي برجر، فخديتهم حسبهم ليا ب 40 درهم. مول فين ناخذهم 35 درهم، فهاد الشهر حسبهم ليا 40 درهم الواحد. فخديت كل واحد فيه كيلو، هانتوما شو، فكل واحد الوزن الصافي فيه كيلو. خديت الورقة ديال تاكوز أو التورتيلا، فخديتها حسبها لي بثلاثين درهم، فيها 30 سنتيم تقريبا، كتكون فيها ما بين 18 ورقة حتى 20 ورقة. خديت السكر، بالنسبة للسكر فخديت 35 درهم. هيا فخديت هادي 5 ديال السكر بثلاثين درهم، فخديت وحدة ودرتها في الواطا ديال السكر واحتفظت بالاخرى. هذا الزيت ديال اوليو فحسب ليا لي 1700. يعني 85 درهم. خديت اتاي فخديت 3، خديت ثلاثة، وحدة درتها في الواطا اللي كندير فيها اتاي، وهما جوج فحسبهم ليا 55 درهم، فصيلة 50 سنتيم. بالنسبة للاتاي فأنا كناخد ديما 4011 ديال السبع، هانتوما ديما كناخد 4011 ديال السبع، كما كتليكم حسبهم ليا 55 درهم، يعني 1110. خديت جوج خميرة مكسكسة، خديت رفيعة بالنسبة لخميرة مكسكسة 220، يعني 11 درهم. حسب ليا مايزينا 7 دراهم، هاهي مايزينا 7 دراهم. حسب ليا اوني ديال الحامض ب 13 درهم، 260. خديت الزبدة ديال لدة فخديت 4 ب 440، 4 ب 440 فخديت الزبدة ديال لدة. خديت فاني، بالنسبة لفاني فخديتها بربعة دراهم ونص، وبالنسبة للسكر ديال الزهر خديتها بتسعة دراهم يعني 180، وبالنسبة للفاني 90 ريال يعني 4 دراهم ونص. خديت كيلو ديال السميدة رقيقة، بالنسبة خديت كيلو ونص ديال السميدة رقيقة فخديتها 360، يعني 18 درهم. خديت 5 العلب ديال الشامبينيون، فأنا خديتهم عندهم 5 دراهم فخديتهم ب 500 ريال. خديت الموطارد والمايونيز، فأنا خديتهم 260 و 260، بالنسبة للموطارد 260، بالنسبة للمايونيز ف 260. فأنا غير كنجيبو، فأكثرية مكناخدش المايونيز، كنصيبو في الدار، وقلت نجيبو الوقت اللي نحتاجو منكونش مصيبه، فيكون عندي في الدار الوقت اللي نحتاجو نخدم بيه. فكيما قلتلكم 260 و 260. خديت كيلو
فخديت كيلو ديال الكاوكاو الغليظ 600 ريال 30 درهم، كنت كناخذو 580 فهاد الشهر، حسبوا ليا 30 درهم 600 ريال. خديت نص كيلو ديال اللوز، بالنسبه للوز فحسبوا ليا 600 ريال يعني 30 درهم نص كيلو، وبالنسبه الكركاح حسبوا ليا ب 450 يعني 22 درهم بس على 50 سنتيم. خديت الحوت فخديت 7 ديال الحوت، حسبهم ليا ب 900 ريال، فانا ديما كناخذ سيبيا فحسبهم ليا ب 900 ريال. خديت 20 درهم ديال الشوكولاط غبرة، 20 درهم ديال الشوكولاط غبرة. خديت اوموماتيك فانا خديت جوج فخديتهم ب 720 يعني 36 درهم. خديت كسكسو رقيق ديال الاتقان، حسبوا ليا ب 280. خديت سيرو سبور بالنكهة ديال الرمان فحسبوا ليا 15 درهم 300 ريال. خديت فرماج ديال الساندويتش هنا بالكو ديال الشيدر، بالكو ديال الشيدر فخدا حسبوا ليا 360 يعني 18 درهم. خديت العسل فانا خديت العسل ديال النعمة حسبوا ليا 55 درهم. خديت الكمون حسبوا ليا 15 درهم 300 ريال، وخديت كروية 5 دراهم، جوج وقيات حسب عليا ب 5 دراهم. خديت العدس فانا كناخدو كنديرو في هاد القرعة، وخديت كذلك الروز حتى هو كناخذو كنديرو هاد القرعة. فبالنسبة للروز فخديت الروز كلاسي. خديت 10 ديال لي فلون خحسبو 100 ب 300 ريال 15 درهم. خديت 3 ديال الشعرية الصينية فحسبهم ليا ب 480. ربعمية وثمانين يعني 24 درهم. فخديت الشعرية الحريرة فخديت هاد النوع فحسبها ليا 180 يعني 9 دراهم. خديت دامة ديال الزعفران 4 دراهم، وخديت دامة ديال الدجاج، وكذلك دامة ديال البكري.
ديت قرعه كبيره ديال ماء الزهر، حسبها ليا 160. خديت الموتزاريلا هادي ديال 450 غرام، حسبها ليا 25 درهم. خديت ذكية ديال سنيدة 10 دراهم. خديت شكلاط ديال الدهن فخديت تليكا كريم، حسبها ليا ب 450، يعني 22 درهم فاصله 50 سنتيم. خديت الزبدة ليليا فخديتها ب 220، يعني 11 درهم بالنسبة للزبدة ليليا. الزبدة ليليا فخديتها ب 11 درهم 220. خديت جافيل اوني فديما انك ناخد ديال 5 اطرا فخديته ب 360، يعني 18 درهم. خديت مطيشة الحك ديليسيا فخديتها ب 360، حتى هي 18 درهم. خديت الفرماج، بالنسبة للفرماج فديما أننا كناخد كوردولي أولا قلب الحليب 96 قطعة. خديت فاين بابيجينيك ديال فاين فخديته ب 25 درهم، هو اللي كناخد ديما فخديته ب 25 درهم 500 ريال. خديت تحميره فخديت تحميره، بالنسبه للتحميره حسبها ليا ب 12 درهم 240. خديت نيدو، هذا خديت هاد نيدو اللي فيه كيلو 200 غرام، خديته ب 105 دراهم. خديت صابونه، بالنسبه للصابونه فخديت طوس ديال بالحليب وكذلك خديت طوس بالخزامه. وهنا الفيديو ديالنا وصل النهاية ديالو، كنتمنى فيديونا ديال اليوم يكون نال اعجابكم واستفدتوا ولو بالقليل ويكون عجبكم الفيديو ديالنا. فبالنسبه ليا حتى انا كيعجبني نتفرج في بحال هاد الفيديوهات كنستافدوا ولا في الاسمنه وكذلك حتى في المنتوجات. كنتمنى فيديونا يكون نال اعجابكم مره اخرى، دمتم في عتله الله وعلى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي عجبهم الفيديو ما ينساوش يبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء، وبالنسبة للناس اللي كيشوفوا القناة ديالنا لأول مرة ويعجبهم المحتوى ديال القناة ديالنا مينساوش يضغطوا على الاشتراك ويضغطوا على زر ديال الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.